بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا وصغائرنا وارزقنا نحن وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برسولك نستغيث، بالصالحين وبكل عبادك المقربين نستغيث. يا رب العالمين بدعاء الداعين وصيام الصائمين وقيام القائمين وتلاوة التهليل وصلاة المصلين افتقرنا إلى رحمتك يا رب العالمين. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ووفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا وفيهم السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. كما بدأتنا يا رب مسلمين اختم لنا بالإسلام وأعدنا مسلمين كما بدأنا أول خلق نعيد، واعلم علينا إنا كنا فاعلين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها ومعاليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الحزبي الأندلسي المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبمشايخه وتلامذته وزواره وأحبابه وبسائر العلماء والأولياء والصالحين في الدارين آمين. أما بعد، نكمل تعليق الشيخ على الحديث 19 بعد 100 وهو حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه. كنا قرأنا الحديث كامل وقرأنا جزء من تعليق الشيخ، واليوم وقفنا على قوله: فأما قولها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. فأيتهن أحسن ما تكسرها أحسن، وإن كان يجوز كده فتح له. يقول لك كل ما تبقى عميق في النحو ما تخطبش واحد، تلاقي الكسرة ليها وجه والرفع ليها وجه والفتح ليها وجه، كل ما تبقى عميق في النحو. إنما طول ما أنت سطحي في النحو طول ما لا بيلحق، لأنك مش عارف تعمل لها وجه صحيح على ما لحق. فهمت إزاي؟ وعلشان كده ما تعيبش على شيخ إنه كسر المرفوع ومش عارف، ما تعيبش على حد، عيب على نفسك أنت. واخد بالك؟ لأن ربما يكون أجرها الله على لسانه بهذه الصورة لوجه فيه معنى أنت لا تفهم. فهمت؟ وعلشان كده النحويين القدامى كان مشايخنا اللي كانوا عندهم عمق في النحو، في علم النحو، يقول لك قلما تستطيع ان تخطئ انسان، كل لحن يلحنه له وجه اعراب يوافقه معنى صحيح، عرفه من عرف وجهله من جهل. فالمهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده زوجات كتير، ولما يجي يسافر مش معقول هياخدهم كلهم مره واحده، لانه اولا كان زمان السفر ممكن لو احنا في زماننا يجيب اتوبيس يحملهم فيه خدهم معاه، لكن زمان كان الجمل، والجمل بيسعش الا اثنين بالعافيه او ثلاثه، يعني يوم ما يعمل هودج ولا اربعه بالكثير قوي، بس هوزان معقول، وبالتالي مش هيقدر يشيل معاه، فكان ايه هياخد معاه واحده بس. وقد لا يصلح السفر لكلهم، بعضهم مريضه، بعضهم وزنها تقيل، بعضها تعبان، وبعضها عندها اولاد، فكانوا يعني عندهم مسؤوليات اخرى، والسفر كان بياخد مدة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عشان يطيب خاطرهم يعمل ايه؟ يعمل قرعة، عشان اللي تطلع على القرعة تبقى هي، عشان ما حدش يقول ان النبي بيحب دي وما يحبش دي، ويقوم يثير الغيرة
الغيرة في قلوبهم، اللي أصلا موجودة طبيعة في المرأة التي يتزوج عليها زوجها، دي طبيعة عادية، وده كمان في المرأة. عارف المرأة اللي جوزها اتجوز عليها وما تغيرش، يبقى امرأة ناقصة، يبقى فيها نقص في أنوثتها. فهمت ازاي؟ فالغيرة في أمهات المؤمنين كمال فيهم، خد بالك مش نقص، لأن المرأة التي لا تغار على زوجها تبقى ناقصة. فهمت؟ الفطرة السليمة كده، واضح؟ لكن امتى تبقى الغيرة حرام؟ لو الغيرة تؤدي إلى إيذاء الآخر، هو ده بقى الحرام. لكن تغير ما يجراش، لكن ما تأذيش حد. فهمت بقى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان لا يشعل الغيرة في قلوبهم، اللي هي أصلا موجودة طبيعة فيهم فطرة، هيعمل القرعة. فالقرعة كأنها إيه؟ استقراء لقدر الله، هو ملوش دخل بيه، فاللي تطلع عليها تبقى لقدر الله، محدش بقى قادر إيه؟ يتكلم. فهمت بقى؟ ودي الميزة. والقرعة تجوز في الشرع في أوجه كثيرة، يعني مثلا ما يبقى فيه عملية تقسيم إرث بالفرز والتجنيب بين مجموعة من الإخوة، بيعمل إيه؟ يقعدوا يقسموها وبعدين يقترعوا، كل واحد ياخد النصيب ده ولا النصيب ده ولا النصيب ده، عشان ما حدش يزعل يقول لك لا ده خد اللي على النصيب وده خد اللي على الطريق وده خد اللي مش عارف إيه، تنقلب بينهم عداوة. فيسن القرعة عند الفرز والتجنيب برضه في الإرث، علشان يعني يسن القرعة في أمور شرعية كثيرة في أبواب الفقه، يعدها لك كده ب 16 أو 18 فرع تجوز فيه القرعة. واخد بالك ازاي؟ من أجل إيه؟ إن يرفع الحرج من قلب الناس، وتعتبر إن القرعة دي استقراء لقدر الله، وطالما ده قدر الله نرضى بيه. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم سن القرعة بين الزوجات إذا أراد الإنسان السفر. افرض أنت هتسافر تحج وأنت متجوز أربعة. طبعا اللي كانوا متجوزين أربعة دول ماتوا خلاص، لكن ليس له موجود الآن إلا في القليل النادر، واللي موجود الآن وعامل كده الله يكون في عونه. فلو فرض إنك أنت عندك مثلا عدة زوجات، اتنين فما زادوا، وعايز تروح تحج وما عندكش إمكانيات إلا تصفر واحدة فيه معاك، الحج بقى غالي، عشان ما تزعلهمش يسن القرعة. فهمت بقى ازاي؟ يسن القرعة، شو انا هاخد دي؟ تقوم تغيظ القديمة بالجديدة، أو الوسطانية باللي قبلها، والشغل الرجالة الناقصين دول اللي يقعد يغيظ الزوجات بعضهم ببعض، ما ينفعش، ده شغل نقص، إنما النبي كامل. فاللي عايز يكمل يحاول إيه؟ يقتدي بالكامل اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ بيعمل هذه القرعة. اللي يخرج عليها القرعة يبقى هي اللي تسافر. الشيخ بقى بيعلق، سيدنا ابي جمرة بيعلق على هذه القصة ويقول ايه؟ فيه وجهان، الاول جواز السفر بالنساء، يبقى اول حاجة ناخد منه جواز ان الرجل ممكن ان يسافر بزوجته، مش شرط يستأذن وليها، طالما اتجوزها خلاص وليها قبل من الاول انها تبقى زوجتك، مش شرط بقى انك انت تستاذنه وممكن ياخد مراتي معايا ولا لا. دي اول شرط، اول حكم فقهي تاخده من المساله. جواز السفر بالنساء يعني بالزوجات دون اذن اوليائهم. فهمتوا بقى ازاي؟ دي نقطه مهمه. خصوصا ان السفر ايام النبي كان سفر مخوف. مخوف ليه؟ لانه بيخترقوا في صحراء ويمشوا فيه بالليالي وبالنهار، والسفرية قد تأخذ منهم حوالي 10 أو 20 يوم، وبعدين يرجع في 10 أو 20 يوم، وكان قبائل العرب بتغير بعضها على بعض، فكان سفر مخوف. مش زي الوقت انت بتركب الطيارة تنزل تطب على مطار تاني وفي حراسة وفي أمن وفي بتاع، فالوقت السفر فيه أمان، مش زي زمان. السفر المخوف ده قد يعني يصور لك ان لا تأخذ معك المرأة، لا ده النبي كان ياخدهم ورايح غزوة كمان يلقى عدو. شفت قد ايه؟ حتى ان سيدنا خالد بن الوليد في فتح مصر كان جاي مع مراته زوجته في فتح مصر، وكان نايمة معاه في الخيمة، وقعدوا يفتحوا في مصر يجي ايه؟ يجي 8 سنين. انت بتقراها في التاريخ كده ان الصحابة جم اهل مصر قالوا مرحبا اتفضلوا، ابدا. ده بعض الاماكن في شمال مصر هي الايه؟ اللي فتحوها له، لكن بعد كده تطرس الرومان وأعداء الإسلام تترسوا في صعيد مصر، ابتداء من دهشور في الجيزة لحد بني سويف لبيروت،
وبعدين بعد كده جنوبا في البهنسه. يعني شوف كم موقعه. درجة سيدنا خالد بن الوليد شعر بيقول انه لما فتح القادسيه وفتح اليرموك وفتح وفتح لم يجد صعوبه مثل فتح مصر. مات ابن سليمان فيها. مات في قريه قرب سليمان بن خالد بن الوليد، كان فارس زي ابوه كده من الغوار. واخد ابن سليمان استشهد هنا في مصر ومدفون في احدى قرى بني سويف. يعني كانت العماليه مش سهله، ورايح برغم كده واخد زوجته معاه. والصحابه كانوا ياخدوا زوجاتهم معاهم في الغزو. واخد بالك؟ فكل ده يدلك على ان الشرع لا يمنع ذلك. لا يمنع ذلك. كويس؟ عشان لحسن ممكن لو ما عملوش كده او النبي ما عملش كده كان ممكن واحد يقول ايه؟ يقول لا ما ياخدش النساء في السفر المخوف. ممكن يستنتج جهاز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك شجع الصحابه ان ياخذوا زوجاتهم معهم في الغزو، علشان الغزو كان بيستغرق منهم عده سنين، فمش معقول كمان يبعد عن زوجته عده سنوات. فهمت؟ يعني ساعات يروح في الغزوه يقعد عده سنوات على ما يرجع تاني. لما تبقى زوجته معاه يبقى ده ارجى ليه انه ما يبقاش عنده ملل، ويبقى عنده اقبال واستمرار وحرص على انه يدافع عن العرض كمان لزوجته معاه. فكل دي فقه نفهمه ايه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يؤسس القواعد ويؤسس الاحكام من خلال فعله الشريف صلى الله عليه وسلم. يبقى فيه وجهان، الاول جواز السفر بالنساء، الثاني جواز القرعه. لكن هل القرعه هنا واجبه ام لا؟ خد بالك ان القسم بين الزوجات في حق النبي هل كان واجب ولا كان مستحب؟ وجهان. في وجه يقول ان القسم بين الزوجات كان واجبا في حق النبي، وفي وجه ثاني ان كان واجبا ثم رفع الله عنه الوجوب وتركه حسب اختياره. قال له ايه؟ ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. يبقى رفع الوجوب عنه. فهمت ازاي؟ وبالتالي يبقى في حق النبي القسم ليس بواجب، لكن في حق غيره واجب. لكن النبي حتى اذا رفع الوجوب وبقي الاستحباب يتعامل مع المستحب كأنه واجب. ودي بقى من كمال حال النبي. يبقى كمال العبد الصالح انه يجعل المستحب كالواجب من حيث الحرص عليه. مش كل في بعض المسلمين يقول لك هي دي سنه ولا فرض؟ اول ما تقول له سنه يقول لك خلاص بقى ما يعملهاش. فاهم؟ واول ما تقول له كمان ايه ويمكن الفرض هو مقصر فيه. لكن لا، ده عند الصالحين كل حاجه عندهم فرض. فهمتوا بقى؟ زي انهم اهل عزاء، النبي كان حاله كده. فحتى لما ربنا رفع عنه الحرج ورفع عنه الوجوب في القسم كان يلتزم بالقسم صلى الله عليه وسلم. بالتزامه كانه واجب من كمال حرصه على طاعه مولاه. فهمت؟ يبقى جواز القرعه، لكن هل القرعه هنا واجبه ام لا؟ فأما النبي صلى الله عليه وسلم فالقرعة في حقه عليه السلام ليست بواجبة. ليه؟ لأن القسم ليست واجبة عليه، اللي القسم بين الزوجات يعني ليس واجبا عليه، وده الراجح وهي الأصل. فمن باب أولى القرع. يبقى إذا كان القسم ليس بواجب يبقى القرعة ليست بواجبة من باب أولى. إيه؟ وأما غيره اللي هم إحنا بقى سائر الأمة، وأما غيره فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال وقد ذكرت في الفقه. وأما قولها مش بقى يعول عليها في الفقه بقى. يعني إيه؟ فيها أقوال عند الفقهاء كثيرة بالنسبة لغير النبي موضوع السفر ويكون عنده عدة زوجات، إما أن يقترع أو إما يتنازلوا الوحدة. افرض هم تنازلوا الوحدة، واحدة قالت لا أنا مش هسافر معاك لحسن أنا إيه أبويا عيان وبقعد أراعيه، والتاني قالت لا أنا عندي عيال وبردع، والثالثة قالت لا أنا بحب السفر، والرابعة قالت أنا أصلا بكره السفر. خلاص يبقى هم كلهم تنازلوا عن حقهم، واللي بتحب السفر هي اللي تطلع. بقت سهل، مش محتاجين قرعة بقى. يعني لو حصل تنازل خلاص بقى مش محتاجين قرعة، يعني مش في كل الأحوال تبقى. وأما قولها أو واحدة مثلا مصابة بمرض وعلشان تسفرها لازم بكرسي بعجل وتزقها وشغلانة بقى مواد، مش هينفع بقى ناخد الصحيحة السليمة وهكذا. يعني في أحوال بتجعل إن القرعة أنت مش محتاج تعملها أصلا لأن الظروف موضحة مين اللي صالحة للسفر ومين غير صالحة للسفر.
لكن لو فرض ان كلهم صالحات للسفر وكلهم متنافسين على السفر، ساعتها عمل ارهاب علشان ايه؟ تطيب خاطرهم. واما قولها فاقرع بيننا في غزوه غزاها فخرج سهمي، اي خرج سهمي بالقرعه فحذفت ذلك للاختصار. احنا قلنا كلام العرب كتير مبني على الاختصار، واحنا قلنا ان الفهم الدقيق للغه العربيه انك تعرف المختصر المحذوف المقدر في كلام ايه؟ النبي او كلام الصحابه او حتى في القران. يعني في كلام كتير في القران يبقى محذوف مقدر، زي ما اديت لك امثله قبل كده. يعني مثلا ربك سبحانه وتعالى ما بيقول ايه؟ واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا. ايه المحذوف المقدر في الايه؟ اما نقراها بقى بتقدير المحذوفات نقراها بالطريقه دي، دي اسمها قراءه تفسيريه. واذا اردنا ان نهلك قريه ظالمه امرنا مترفيها بالعدل والقسطاس فخالفوا وفسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدمير. فهمت بقى؟ ادي احنا طلعنا لك ايه؟ المحذوف المقدر بعد ما قراناه. لانك لو ما عملتش المحذوف يبقى امرنا مترفيها بالايه؟ بالفسق يعني؟ يعني ربك هيامر بالفسق؟ مستحيل، ان الله لا يامر بالفحشاء، ما هي قبل كده؟ فاهم؟ يبقى امرنا مترفيها اي امرنا مترفيها بالقسط، ان الله يامر ايه؟ بالقسط بالعدل والقسطاس. مش كده؟ وعدم الظلم. إن الله لا يأمر بالفحشاء، أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يبقى أمرنا مترفيها إيه؟ بالقسط. فهمت بقى إزاي؟ يبقى معرفة المحذوف المقدر هو ده اللي يميز بين العالم والجاهل باللغة والجاهل بالشرع الشريف أيضا. فهمت؟ إحنا مثلا في المصريين العوام يقول لك انا حذبح العجل ده لسيدنا الحسين. يجي الجهله الوهابيه باللغه العربيه يقول لك شوف ده شرك بالله، بيذبح لغير الله. فهمت ازاي؟ لا، ده هنا في محذوف مقدر. يعني حذبح هذا العجل لله واوزعه صدقه واهب هذه الصدقه لسيدنا الحسين. كل ده محذوف. ففي الاخر لما حذب ده كله قال لك انا حذبح العجل ده لسيدنا الحسين. يعني أهب صدقته لسيدنا الحسين. طب وهل يجوز الصدقة ووهب الصدقة للميت؟ يجوز. يبقى هذا الفعل جائز. يجي الوهابية لعدم معرفتهم بالمحذوف المقدر لجهلهم باللغة يقول لك شوف ده بيذبح للولي، يبقى إيه؟ أهل لغير الله به، يبقى مشرك، اقتله. شفت المصيب اللي بيحصل؟ يبقى معرفة المحذوف المقدر مهم حتى لا تسيء الظن وحتى يكون فهمك دقيق في اللغة. زي ما ربك يقول ايه؟ وله ما سكن في الليل والنهار. طب وما تحرك مش لله؟ يعني له ما سكن وما تحرك. فهمت بقى ازاي؟ يبقى في محذوف مقدر مراد، ولكن لغه العرب مبناها ان ايه؟ ان يحذف المعلوم. ايجاز بالحذف. يحذف المعلوم من اجل الايجاز ومن اجل كمان ايه؟ انك انت تعتذر وتفكر وتطلع الأحكام. فهمت بقى إزاي؟ يقول إيه؟ سرابيل تقيكم الحر. ده أنت في البرد يمكن بتحتاج سرابيل أشد، مش كده برضو؟ ده أنت في الحر بتحتاج تقلع، مش محتاج سرابيل، صح ولا لأ؟ يقول سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. طب والبرد فين؟ يعني الحر والبرد. يبقى محذوف مقدر ومراد للعلم به. اللي يفهم الكلام ده مين؟ العربي خلص. انما لو مش عارف عربيه يقوم يفهم النصوص غلط. واللي ما اتعلمش اللغه العربيه وعامل نفسه بقى شيخ يطلع احكام غلط غريبه الناس تبقى مستعجبه ليها. فهمت ازاي؟ ويبقى ما شاء الله دقن حلوه كده وجلابيه بيضة جايبها اصيل ودفه وحاجات جميله كده هناك، وحاجات بتطلع مكات جديده كمان اسمها الشياكه ومش عارف ايه، وبعدين يجيب كمان الغدره اياها والسواك يبقى طويل كده ودارك في دقنك وحاجه جميله كده وحافظ القران ما شاء الله ما يغلطش، وبعدين يجي يتكلم وهو غليظ لغته ضعيفه يطلع عجيب يعني، والناس تغتر وتمشي وراه ويفتي بغير علم فيضل ويضل. فهمت بقى يا سيدي؟ فربنا ينجينا، فما يغركش المظاهر، ما يغركش المظاهر.
عشان كده شوف بتقول ايه، فاقرع بيننا في غزوه غزاها فخرج سهمي، اي خرج سهمي بالقرع، فحذفت ذلك للاختصار. وقد يرد على هذا الفصل سؤال، وهو ان يقال لما ابهمت ذكر الغزوه، هي كانت غزوه بني المصطلق، طب ليه ما قالتش غزوه بني المصطلق وسبب الغزو ايه؟ ما اتكلمتش في الحاجات، لان هي مش قصدها تتكلم في الغزوه، قصدها تتكلم في القضيه اللي تعلقت بيها. فهمت ازاي؟ مش مشكله، هي مش بتحكي الغزوه، هي بتحكي مشكله حصلت فيها واشاعه طلعت عليها في السفره دي، فمش مشكله اسم الغزوه بقى. يبقى احيانا الانسان ايضا يبهم الشيء لعدم الاهتمام به في الموضوع اللي بيتكلم فيه. فهمت ازاي؟ يسموه برضو ايه؟ حذف لعدم الاهتمام بالموضوع. فهم؟ يعني قد تحذف للعلم به وقد تحذف لعدم الاهتمام به. واضح؟ يعني في اسباب للحذف كتيره في لغه العربيه. وهو ان يقال لما ابهمت ذكر الغزوه ولم تبينها ولم تذكر اكان فيها واقعه ام لا، ما قالتش حتى حصل فيها حرب ولا ما حصل. والجواب عنه انها انما ارادت بسياق الحديث ما قدمنا ذكره من انفاء المعره عن نفسها. ما احنا قلنا ستنا عائشه ليه بتحكي القصه؟ كانت ممكن تكتفي برائتها في القران. طب وليه بتحكيها؟ بتحكي ان هي اصلا ما عملتش شيء يقتضي الشبهه. لان ممكن تقول عملت شيء يقتضي الشبهه جاءت القران فبرئتها. مش كده برضه؟ لكن هي كمان عايزه تنفي ان هي اصلا ما عملتش شيء يقتضي الشبهه اصلا. حتى لا تظن فيها انها من اهل الشبهات. ما هو ممكن الانسان يبقى بريء لكن هو بيوضع نفسه في موضع الريب. فاهم؟ تقعد في خماره وتشرب قهوه. فالناس تشوفك طالع من باب الخماره، كل العجوز يقول لك ده سكن وانت بريء، ده انت ما شربتش خمر. لكن انت لو اضعت نفسك في موضع الريبه ودخلت الخماره وكان عندك اشرب القهوه في مكان تاني ما بيبيعش خمره مثلا. يعني عشان كده سيدتنا عائشه عايزه بالحكايه دي تحكي ان هي ليست من اهل الريب اصلا. فضلا عن ان ربنا كمان ايه؟ نفى عنها وقوع الفعل نفسه. فاهم؟ يبقى هي بتنفي بالحكايه دي ظن السوء، والقران نفى عنها فعل السوء. فهمت بقى المساله؟ وعشان كده هي بتحكي القصه دي عشان كده. إنما أرادت بسياق الحديث ما قدمنا ذكره من إنفاء المعرة عن نفسها ورعي حق إخوة المؤمنين وذكر الغزوة لا يتعلق مما هي بسبيله شيء، فذكرت من ذلك ما لابد منه لتعلم أن سفر النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغزو لا في غيره، وكذلك روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يسافر بعد النبوة إلا لحج أو جهاد صلى الله عليه وسلم. وقولها فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، أنزل الحجاب في سورة الأحزاب، مش كده برضو؟ يبقى دي معناها إن غزوة بني المصطلق بعد غزوة إيه؟ الأحزاب. لأن أنزل الحجاب في سورة الأحزاب. كويس؟ إنما أتت بذكر الحجاب توطئة لما تذكر بعد، وهو من الفصيح في الكلام إذا احتاج المرء إلى ذكر شيء أتى في أوله بكلام يوطئ له بيان ما يريد إبداء. ليه؟ لأن قالت إن صفوان بن المعطل عرفها الناس ابن عائشة لأن كان شافها قبل الحجاب، لكن هي في الفترة دي كانت محجبة، فأول ما هو شافها وسمع إيه واسترجع عرف إن دي عائشة من زوجات النبي. ليه؟ لأنه كان شافها قبل إيه؟ وقوع الحجاب. فذكرت الحجاب توطئة انها كانت محجبة في الغزوة دي. فهمت ازاي؟ لكن هو عرفها لانه سبق ان رآها قبل ايه؟ فرضية الحجاب. فهمت المسألة؟ فدي كلها توطئة عشان نبقى فاهم ترتيب الاحداث. وده من فصاحة ايه؟ سيدتنا عائشة. والحجاب على ضربين، فحجاب عن الابصار مباشر للذات، وحجاب للذات مفارق لها منفصل عنها. فالاول لا يجوز للاجنبي مباشره، لان مباشرته لذلك مباشره للمرء. والثاني وهو المنفصل سائر للاجنبي مباشره للضروره. يعني انت يجوز انك انت ترى المراه ايه من وراء حجاب لشخصها، ولا يجوز ان ترى المراه من داخل الحجاب لذاتها لانك اجنبي. إيه؟
فذلك سائر للأجنبي مباشرة للضرورة في ذلك إذا كان فيه أهلية ومعرفة بالخدمة كما كانت الأهلية في الحاملين لهذا الهودج على ما يذكر بعد. وقولها فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه فيه وجود. الأول أن ما كان للدنيا وزينتها وكان عونا على الدين فليس لدنيا وهو للآخرة، لأن الهودج كان عند العرب مما يفتخرون به ويتباهون. فلما أن جاء الشارع عليه السلام ورأى فيه مصلحة للدين استعمله من أجل ستر الذي لا فيه الذي فيه ولا يتأتى مثله في غيره. يعني إذا كان الأمر من زينة الدنيا إلا أنه يحقق مقاصد الشرع فلا بأس أن تأخذه، ويبقى أخذه للدين ليس للدنيا طالما يحقق مقصد من مقاصد الشرع. واضح؟ الثاني جواز الحمل على الدابة الثقل الكثير، لأن الهودج نفسه من غير ما يبقى في حد تقيل، فلما بتحطه كمان في حد فبقى تقيل على الدابة. إذا كانت الدابة تطيق لا شيء فيه، يبقى طالما الدابة تطيق يبقى لا بأس به. جواز الحمل على الدابة الثقل الكثير إذا كانت مطيقة لذلك، لأن الهودج كما قد علم من ثقله، لكن لما أن كانت الدابة مطيقة لذلك لم يمنعه الشارع عليه السلام. الثالث جواز لمس الستر المنفصل عن البدن للأجانب، لأنها أخبرت أن ناسا كانوا موكلين بهودجها للرفع والخفض، والستر المنفصل عن البدن صفته كما تقدم. يعني مش مجرد إن لمس الهودج طالما الهودج بيستر المرأة يبقى ممنوع عشان ممنوع لمس المرأة، لا، ده حجاب منفصل عنها بيبقى يجوز لمسه. أما الحجاب المتصل بها زي ثيابها لا يجوز لمسه. وعلشان كده ساعات الرجالة في الأسواق ساعات يتساهلوا مع الست، خصوصا بتبقى ست متبسطة، يجي إيه يزقها كده ويتكلمه، أو ما يكلمه يحط إيده على كتفها زي كده بيتكلم واحد صاحبه، أو ده حرام، ما يصحش التصرف ده. ليه؟ لأن ده حجاب ملاصق له. إنما لو هي مثلا ماسكة شنطة واخد بالك وبيكلمها أم لمس الشنطة، مش مشكلة، الشنطة بعيد عنه. فهمت بقى إزاي؟ طالما الحاجة منفصلة عنه، لكن الحاجة المتصلة بيها لا يجوز لمسها. واضح؟ وقولها فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوته تلك، فإنما قالت ذلك لتبين أن العادة كان مستصحبة في كل سفرهم على ما ذكرته قبل، لم يزيدوا في العادة شيئا ولا نقصوا منها ما يوجد بلانا. يعني انت عارف السفر بتاع زمان بالجمال كل شوية بينزلوا استراحة، كل شوية بينزلوا استراحة، يعني كل شوية بينزل الهودج ويرنخ الجمل وينزلوا الهودج، وكل مرة تركب في الهودج ويشيلوها بالهودج يركبوها في الجمل. يعني دي بقت عادة مستقرة في كل استراحة بينزلوا فيها خلاص. وقولها فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك، فإنما قالت ذلك لتبين أن العادة كانت مستصحبة في كل سفرهم على ما ذكرته قبله، لم يزيدوا في العادة شيئا ولا نقصوا منها ما يوجب كلاما. وقولها وقفل يعني عادة ودنونا من المدينة، قد يرد عليه سؤال وهو أن يقال ما فائدته تكرار هاتين اللفظتين وذكر إحداهما يغني عن الأخرى. والجواب عنه أنها إنما أتت بذلك لأنهما لمعنيين مختلفين وليس لمعنى واحد، وهما أيضا مخالفا للسير فيما ذكرت قبل من السير. أفاد بأن الأمر كان مستصحبا على ما ذكرت من حين خروجهم إلى حين وصولهم إلى الموضع الذي توجهوا إليه. وفي القفول يعني العود يفيد بأن الأمر أيضا كان مستصحبا إلى حين الرجوع، والدنو يفيد بأن ذلك دام حتى كانوا بقرب المدينة ووقع لهم هذا الوقت. يعني دليل انها طول السفر اللي استغرق عدة ايام وفي العودة استغرق عدة ايام كانت دي عادتهم، وان هذه العادة لا تستوجب ريبة. فهم؟ يعني ما فعلتش اي فعل يستوجب الريبة، هي ماشية مع العادة دي على طول رايح جاي، فما عملتش ولا مرة ما يستوجب الريبة. فهم؟ وقولها أذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل، فإنما أتت بذكر هذا لتبين العذر الذي أوقعه في التخلف عن الهودج حتى حمل عام. طبعا زمان لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن للجيش اللي نزل استراحة حنرحل، معناه حنرحل في خلال ساعتين، لأن على ما يلموا حاجتهم وعلى ما يوقفوا الدواب بتاعتهم وعلى ما يربطوها وعلى ما يستعدوا تاخد لها بقى وقت جيش يا عمي.
فهي قالت على ما يجهزوا نفسهم في الساعتين دول اما اروح في حته بعيده كده اقضي حاجتي وارجع اقوم ايه الحق عادي، لان هي عارفه اول ما النبي بيؤذن بالرحيل ما بيقوموش على طول، ده بياخدوا فتره كده على بقى ايه ما يجهزوا يتحركوا يعني. فقمت حين آذنوا بالرحيل فإنما أتت بذكر هذا لتبين العذر الذي أوقعها في التخلف عن الهولة حتى حمل عنها. وفي دليل على أن الإمام أو أمير جيش أو صاحب رفقة إذا أراد السير أن يخبر من معه ويؤذنهم بذلك ثم يتربص عليهم قليلا بقدر ما يقضون حوائجهم وما يكون لهم من الضرورات، ويكون تربص معلوما لأن التربص المجهول لا يتأتى للناس به منفعة حتى تكون مدة التربص معلومة ويكون لوقت الرحيل أمارة غير الإذن الأول، لأنها أخبرت أنها لما سمعت الإذن بالرحيل قامت عند ذلك لقضاء شأنها، فلو عهدت منهم أن ذلك الإذن لنفس الرحيل لم تكن لتخرج الذات. وقولها فمشيت حتى جاوزت الجيش في وجوه الأول جواز خروج المرأة وحدها، لكن يشترط فيه أن تأمن على نفسها الفتنة، فإن توقعت شيئا ما من الفتنة فلا يسوء خروجها، لأن خروج عائشة رضي الله عنها كان مأمونا في ذلك. يبقى الوقت المرأة لو جالها سفرية بطائرة من مطار آمن لمطار آمن عشان تقضي مصلحة علمية أو بتاع، لها أن تفعل ذلك بغير محرم في زماننا ده طالما تأمن، لأنه كان زمان لا يجوز للمرأة أنها تسافر بغير محرم. ليه؟ لأنه كان سفر مخوف وفي الصحراء وبيناموا في الصحراء وبيمروا في اماكن غير امنه، وبالتالي محتاجه محرم يحميها. فهمت بقى ازاي؟ فلما تيجي تاخد الاحكام على السفر القديم تعمله على السفر الحديث يبقى انت غير مدرك للواقع، هتستنتج احكام فقهيه غلط. فهمت بقى؟ وعشان كده ده المعمول. يعني مثلا اباء البنات المسلمات في بلاد المسلمين بيبعتوا بناتهم من غير محرم يقعدوا هنا في مصر يتعلموا في الازهر ومعهمش محرم. ليه؟ لان سفر امن من بلد آمن لبلد آمن. فهمت ازاي؟ وفي أماكن آمن بالطائرة من مطار آمن إلى مطار آمن، حتى لو نزلوا ترانزيت في مطار تاني في المطار ده برضه في حراسة وفي إيه نظام. يبقى بالتالي ما يجيش بقى واحد يقول لك إن إيه إن البنات المغتربات اللي موجودين في المدينة الجامعية كل ده علم حرام وطلب علم حرام ويحرموا المدارس على البنات زي ما بيعملوا العيال الفرق الجهلة اللي هم بيعملوا الأحكام دون النظر لعلتها. فهم؟ لكن لابد أن تنظر لعلة الحكم علشان يتغير الحكم بتغير العلة أو باختفاء العلة. وازاي؟ وبالتالي كتير جدا ساعات مثلا تجي لك واحدة، أنا كنت أعرف واحدة أستاذة جامعية وكان زوجها برضه أستاذ جامعي، كل شوية يجي لها مؤتمرات في أوروبا أو في أمريكا، هو بقى يروح يسأل مشايخ الوهابية في الجامع اللي بيصلي فيه يقول لهم لا يجوز تسافر من غير محرم، وهو أصلا مش فاضي يسافر معاها كل مرة، فيقوم يمنعها من السفر، وهي السفر بالنسبة لها مهم عشان الترقية وعلشان ايه الأوراق البحثية وحاجات مهمة. فضل يخالفها وهي تخالفه لحد ما تطلقها. يعني هما بيخربوا البيوت لأنهم مش مدركين الواقع. وأنا كنت أقول لأن أنا صديقه أقول له، لكن ما بيسمعش كلامي لأن أنا أولا لحيتي قصيرة تميل لحيته طويل، فلازم يسمع يصدق كلام اللي لحيته طويل. فانا اقول له يا سيدي لا ده العله مختلفه وهي ممكن تسافر، ده بالسفر امن والمساله دي كانت بالسفر ايام بالجمال ودي شغلانه ثانيه واحنا بالواقع تخرج. يقول لي انت متساهل، انت بتساهل. طب خليك انت سبت المتساهل طلقت مراتك في الاخر. والله قعد خلافات بينهم يجي 5-6 سنين لحد ما انتهت ان هم مطلقين. بسبب ايه؟ بسبب الاحكام الفقهيه على غير وجهها فبتخرب بيوت. فاهم؟ فناخد بالنا من مثل هذه الاشياء. وإذا كان بقى طول اللحية بيخلي الناس تصدق الفتوى فأنا مستعد أطويها، لكن أنا برضه مش عايز أعملها كده لأحسن أبقى شبههم، فده يبقى برضه مشكلة. فإحنا مش يعني هنوع من مشكلة لمشكلة تانية، هيفتكروني أخ وأنا مش أخ. وربنا ينجينا يا سيدي. هو الأصل إن النبي كان لا يأخذ شيئا من لحيته، ده الأصل. فلما صارت علامة على أهل البدع فالوقتي يستحب تقصير اللحية وليس حلاقتها، لأن التشبه بأهل البدع حرام. واضح؟ بس هذه المسألة. لكن هم لو اعتدلوا بقى ومزاجهم اعتدل يطول اللحية زي عادي وخلاص بقت الحكاية سهل، ما بقتش سمع عليهم.
ده من ايام الامام الغزالي كان يقول لك طول اللحية علامة الجهل. الامام الغزالي في الاحياء بقول ويكره تطويلها اطالة زائدة لان هذا من علامات الجهل. هاي كده الامام الغزالي في الاحياء من زمان، ده من ايام الامام الغزالي كانت علامة الجهل، امال دلوقتي ما زالت علامة الجهل. حاجة غريبة. فربنا ينجي يا سيدي. وقولها فمشيت حتى جوزت الجيش، في وجوه الاول جواز خروج المراه وحدها، لكن بشرط، شوف بشرط ايه؟ امن الطريق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ والله لا يتمنى الله هذا الامر حتى تخرج الضعينه من صنعاء اليمن الى الشام، لا تخاف ايه في سفرها الا الله او الذئب. دليل ان ايه؟ الضعينه يعني المسافره منفرده، دل على ان النبي قال اذا امن الطريق لها ان تسافر منفرد من كلام النبي. لكن ايه تقول لهم ايه بقى؟ صعب صعب، هم عايزين يعيشون زمن النبي مش دين النبي. دين النبي صالح لكل زمن، لكن هم متصورين دين النبي واقف على زمن معين، ودي خلل في الفهم. دين النبي صالح لكل زمان، مهما تغيرت العادات فدين النبي يسع هذه العادات الكثيره، وله مقاصد معروفة معلومة يعرفها العلماء، لكن هم لا، عايزين يعيشوا زمن النبي مش دين النبي. فدي نقطة قضية خطيرة. الثاني أن للمرأة أن تخرج لقضاء شأنها بغير إذن من زوجها. برضو دي نقطة تانية، مش كل ما مراتك عايزة تدخل الحمام تطلبك على الموبايل ممكن ادخل الحمام ولا لا، ده حاططها منها، واخد بالك؟ قالوا ممكن يعني ادخل الحمام دلوقتي ولا كمان شوية؟ بذمتك وانت في شغلك لما جي لك مكالمة زي دي من مراتك قاعد يعمل ايه فيها؟ هتنفع يعني، هتقرفك، تقول لها لا يا حبيبتي خش ان شاء الله خش. بعد شوية قالوا طب الظهر ده ممكن اتوضى واصلي الظهر ولا ايه رايك؟ بذمتك جايبها بتغلس عليك بقى ولا بتغلس؟ يبقى الامور المعلومه من الدين ومن العاده والفطره مش محتاج اذن مفصل. فهمت ازاي؟ دي حاجه معلومه ان المراه عادي بتقضي حاجتها زي الرجل، ولا دي من اهل الجنه يعني لا تقول ولا تتفوت يعني. فهمت ازاي؟ ده عادي. يبقى لما تحتاج تدخل الحمام مش محتاجه تاخد اذن من جوزها. ولو محتاجه تغير هدومها او تغتسل لان الحاج مش محتاج تاخد اذن من جوزها. ولو محتاجة مثلا ايه تغير ثيابها لانها توسخت، مش شرط تطلب جوزها قالوا الملوخية وقعت على هدومي ممكن اغير ثيابي ولا لا، ما ينفعش كده كمان، ما ينفعش، مش هتستقيم الحياة. فاهم؟ يبقى في حاجة اسمها الاذن العام، في حاجة اسمها الاذن العام، في اذن عام كده معروف بالعرف، اللي بيعرفوا العرف ان في امور معينة تعملها المرأة بالاذن العام معتداها، شافت امها بتعملها من غير ما تاخد اذن ابوها، وشافت اختها بتعملها من غير ما تاخد اذن جوزها، وشافت عمتها بتعملها، يبقى دي عرف عام. فما تجيش بقى انت ايه تنكد عليها، انت غيرت هدومك من غير ما تاخدي الاذن مني، وانت مش عارف عملت جبتي ملوخيه من غير ما تاخدي الاذن مني، وانا كنت عايزك تجيبي باميه. تبقى انت راجل نكدي بقى. تبقى انت راجل نكدي وهتخرب بيتك ان شاء الله. واخد بالك؟ ما ينفعش كده. فلازم الانسان يوسع مخه ومداره. يبقى عشان كده بيقول ان للمراه ان تخرج لقضاء شانها بغير اذن من زوجها، لانها اخبرت انها خرجت لما ذكرته ولم تذكر انها استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد يحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها في ذلك اولا بالاستصحاب، ويحتمل ان يكون ذلك مسكوتا عنه للعلم به بحكم العاده. الثالث ان الخروج لقضاء الحاجه يكون بالبعد. ما كانش هناك زمان مثلا دورات ميه. واخد بالك؟ فكان المشكله في الصحراء يعملوا ايه؟ تبعد لحد ما لا يراها احد. يبقى كان قضاء الحاجة بالبعد بحيث لا يسمع له صوت ولا يرى له شخص، لأنها أخبرت أنها جاوزت الجيش وحينئذ قضت ما إليه خرجت. الرابع أن اختلاف الأحوال سبب لتغيير الأحكام، ودي قاعدة مهمة جدا حط تحتها 500,000 خط. أن إيه؟ اختلاف الأحوال سبب لتغيير الأحكام. يا ده كلام من ذهب، كلام من ذهب. إما لسعادة أو لشقاء، لأنها أخبرت أنها كانت على حالة واحدة
قد عهدت منها، فلما أخلت بما عهد منها لعذر كان هناك قد أبدته قبل وتبديه بعد وقع لها ما وقع، لكن تغيير الحال على ثلاث مرات. يعني هي بتقول ما غيرتش الحالة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وما كان وربنا سبحانه وتعالى إيه يعني لا يزيل النعمة من عبد إلا إذا لم يشكر. وهو بيقول إن سيدتنا عائشة ما غيرتش حالها علشان ربنا يبدل إيه حسن سمعتها، لكن ده افتراء عليها، ما عملتش ما يستوجب من تغيير العادة التي يتطلب منها تغيير الحال. فهم؟ هي بريئة ما عملتش خلاف العادة. المرأة قال لو فعل خلاف العادة ممكن ايه ده يؤدي الى ايه إصابة صنعة سيئة عليه. فهمت ازاي؟ يعني من عادتها مثلا ما تروحش في شقة جارتها اللي هي سيئة الصنعة مثلا، دي عادتها، فراحت غيرت عادتها وايه وراحت دخلت شقة ايه جارتها سيئة الصنعة، يقوم الجيران لما يشوفوها خارجة من الشقة اللي سيئة الصنعة دي يبقى هي غيرت عادتها، تقوم هي كمان مساء سمعتها. لكن ستنا عايشة ما عملتش كده، ده ما عملش شيء يغير عادتها حتى يظن بها السوء اصلا. فهم؟ لكن تغيير الحال على ثلاث مراتب، المرتبه الاولى تغيير الشخص نفسه عما عهد، الثانيه تغيير حال الناس معه، الثالث تغيير العاده الجاريه من الله. اما الاولى فهي لسبب وقع اما بغفله او بوقوع ذنب، فيحتاج من كانت له عادة مستمرة يعني من أفعال التعبد ثم لم يقدر عليها وعجز عن أن يرجع إلى أفعاله فينظرها على لسان العلم، ينظر الحالة دي اللي طرأت على لسان العلم، فإن وجد معه الخلل أقلع عنه وتاب منه واستغفر، وإن لم يجد شيئا بقي متهما لنفسه بذلك، ويسأل الله أن يطلعه على ما خفي عليه من أمره ويستغيث به ويسأله الإقالة، لأنه لابد أن يكون قد تقدم له من المخالفة شيء حتى وقعت به العقوبة. ومن أجله لقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني إيه؟ يعني لو أنت كنت معتاد تعمل طاعات معينة وبعد فترة لقيت نفسك بقيت ثقيل مش قادر تعمل، ما كنت مش مقبل على العبادة زي ما كنت، عليك تراجع نفسك، ايه السبب اللي ربنا غير همتي وثقل علي الطاعة بعد بكم يسرها لي؟ اكيد حصل عندي حاجة وخلل ما، اما بقى الرزق بتاعي دخل في شبهة، اراجع بقى الرزق بتاعي دخل في شبهة ولا دخل، اراجع يمكن ان انا اغتبت واحد من الصالحين فربنا بيعاقبني عقوبة ايه يقوم يصرفني عن الطاعة عقوبة ان انا ارتكبت هذا الصالح، او يمكن ظلمت انسان وانا مش واخد بالي يقوم ربنا سبحانه وتعالى يصرفني عن الطاعة بسبب ان انا بقيت من الظالمين، لان الله لا يهدي القوم الظالمين، والطاعة هي الهداية مظهر الهداية، وبالتالي صرفني لاني وقعت بالظلم. يعني لازم تراجع نفسك لما يحصل لك انصراف عن الطاعة وقلة اقبال عليها، تقعد تعمل كده ايه يعني فيدباك لحياتك كلها، واخد بالك زي يسموه فلاش باك. الفلاش باك ده يعني تنظر لكل ما افعالك اللي مضت بين تغير همتك في الطاعه وبين ايه وبين زوال هذه الليله، شوف بقى انت عملت ايه. يمكن ظلمت زوجتك، شتمتها، يمكن اذيت جارك، يمكن اغتبت انسان مسلم، يمكن بقيت مخلط في الارزاق، وقعت في بعض الشبهات في الرزق، يمكن 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 ظنيت السوق ببعض العلماء زي دلوقتي ايه ظن السوق موجود كتير قوي، واخد بالك ازاي، في علماء المسلمين وحفاظ القران، ده المفروض حتى المسلم لما تشوف فيه حاجه سيئه تشوف مش تظن تستره، فما بالك هو بمجرد الظن يقوم ايه يفضحه على مجرد الظن. عشان كده ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، فالانسان لازم ايه يتابع، ما يروحش بقى للشيخ يقول للشيخ ايه انا حالي اتغير يا عم الشيخ اعمل ايه، عمك الشيخ يعني بيعرف الغيب؟ ما تراجع نفسك، الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره، راجع انت نفسك والشيخ اللي هيراجع، انت اللي غيرت نفسك الشيخ هيعمل لك ايه؟ فهم؟ فلازم انت تراجع نفسك. فهمت بقى المساله؟
ولهذا كان بعض الفضلاء من أهل الصوفة يقول أعرف تغيير حالي في خلق حماري. يعني يقول من كتر ما هو دقيق حتى الدبة اللي بيركبها تلاقيها تصعب عليه، تبقى صعبة. بعد ما الحمار كان مذلل ليه، الحمار مش عايز يسمع كلام، يقول له حاير واقف، حتى الحمار طلع الحمار بيفهم، فاهم؟ يقوم يبتدي يراجع نفسه، طب ليه بعد ما ربنا ذلل لي الحمار خلى الحمار يعصي عليا؟ يقوم يراجع نفسه يلاقي نفسه يمكن ما بياكلش الحمار، ما بيريحش الحمار، بيتعب الحمار، بياخد الحمار في مواضع في اماكن فيها معاصي. الحمار ما بيحبش المعصيه لانه على فكره واخد بالك، ده يقوم يقرف منك لانه ذاكر لله، فيقوم يراجع نفسه. الصالحين كده يقول انا كنت اعرف حالي مع ربي بتغير حال حماري وزوجتي. بعد ما زوجته كانت بتحبه كده وبتقعد تقول له تعالى امدهول، قال لها بعد ما كانت بتحترمني تقول لي امدهول، ايه الست الغريبه دي؟ يا ابن الغريب، انت اللي هزقت نفسك، انت اكيد انت عملت حاجه فاستوجبت ان تهزق، فهمت بقى؟ عليك انك انت تراجع نفسك، فاهم؟ لكن الوقت من كتر ما انت ملخبط وكل حاجه بتلخبطها انت مش عارف بقى حاجه، مش حاسس، قاعد تخبط في الدنيا وتخبط فيك. لكن التانيين من كتر ما هم عندهم دقه اول ما يحصل تغير يراجع، اول ما يحصل تغير يراجع، لان الثوب نظيف اول ما تقع عليه نقطه سودا يبان على طول، انما الثوب وسخ يلا لو نام في الاسفلت وتقلب كده مش هيزداد وساخه، ده يمكن ينضف اكتر لانه اصلا كان اقذر من ذلك، فاهم؟ أعرف تغيير حالي في خلق حماري لمراقبتي لنفسي، فمهما رأى تغيرا ما انتبه فرجع لنفسي فنظر في أفعالي من أين أتي فيها، حتى أن من شدة مراقبتهم أفلس بعضهم في آخر عمري، فقال هذه عقوبة الذنب أوقعت منذ 20 سنة. قلت لرجل يا مفلس، عشان عير واحد بالإفلاس ربنا دوقه الفلس بعد 20 سنة. شفت قد إيه؟ هو منه مراقب نفسه، طب ايه اللي خلينا افلس وانا كنت جارتي رايقه وما خنتش حد وما كنتش بحتكر السلع؟ طب ليه ربنا يفلس؟ افتكر انه من 20 سنه عير رجل بالافلاس، فاهم؟ علشان كده قال لك ايه؟ لا تعير اخاك بما فيه فيعافيه الله ويبتليك. اياك. فمن شده مراقبتي عرف من اين اتي وان كان الزمان قد طال به. واما الثانيه وهي ما يقع بينك وبين صديقك الذي كنت تعهد منه من المعاملة، فشأن من وقع له ذلك أن يرجع لنفسه فينظر بلسان العلم هل وقع منه ما يوجب ذلك أم لا، فإن وجد شيئا اعترف لصاحبه بخطئه وتقصيره واستغفر من فعله، وإن لم يجد شيئا فليسأل عنه من ظهر له ذلك من فعله يخبره بذلك، فإما أن يكون له عذر فيستعذر أو خطأ فيعترف به، إلى غير ذلك أن تغيير الحال المعهود لا يقع إلا لموجب وبالنظر وبالسؤال بعد النظر يوجد ذلك. تلاقي واحد صديقك وشريكك في المال كان أمين معاك، فجأة بقى يخونك، طب ليه بقى يخونك؟ أول ما يجي في بالك تقول بقى راجل خاين، طب ما تراجع نفسك، ما أنت اللي خنته من الأول، أنت اللي بدأت الخيانة، بدأت تاخد عمولة من وراه ما تقولوش، بدأت توسع التجارة من وراه وليك انت معارف جهة تانية وما تقولوش، وتستأثر بربح من جهة وانتم متفقين انه تبقوا مع بعض في كل حاجة على الحلوة والمرة، وبعدين بعد كده تلاقيه بقى خانك. طب ما انت اللي بدأت الخيانة، فهمت بقى ازاي؟ بيبقى اول ما تشوف تغير صديقك ما تقولش ان هو اللي اتغير، لا ده انت اللي اتغيرت قبله فربنا غيره لك لان هو مرآة لك، فهمت يا استاذ؟ الثالثة وهي تغيير العادة الجارية من الله، وهي على ضربين، إما بقطع عادة تكون سببا للكرامة مثل تغيير العادة التي وقعت لعائشة رضي الله عنها، كان تغيير العادة لها سببا لكرامتها ونزول القرآن في حقها وزيادة في رفع قدرها، والثانية دالة على الغضب والبعد. تغيير عادة ستنا عائشة إيه؟ إنها غيرت عادتها وسافرت مع زوجها، لأن العادة المرأة الإقامة مش السفر، لكن لما راعت الآداب في سفرها وحدث ما حدث ممن ظن فيها السوء كان سببا لكرامتها ورفعتها، والثانية دالة على الغضب والبعد لقوله عليه السلام إذا أبغض الله قوما أمطر صيفهم وأصحى شتاءهم، فأخبر عليه السلام أنه عند الغضب تتغير العادات،
يعني اهل مصر قاعدين يقول ايه، هو جو مصر ليه اتغير كده؟ كان زمان معتدل ايه شتاء ده في صيفا، ده في شتاء ومعتدل صيفا. دلوقتي يا اخي بقت حالك صيفا شديد البروده شتاء. ايه ده؟ لان اهل مصر غيروا عادتهم مع الله. قليل منهم اللي يطلع الزكاه من اغنيائهم، قليل منهم اللي يطلع الزكاه بالحساب المظبوط. واخد بالك ازاي؟ ده يجي يحسب عنده مليار جنيه مثلا زكاتها 25 مليون، يقوم يستكتب، انا هقول اطلع 25 مليون وانا اهبل؟ يقوم يقال للسكرتير بتاعه لا يا ولد طلع 25000 بس كويس، وقبل قبل ما تطلعهم بعتهم في الشنطه كده وتعالى لي. يجي له يدخل عليه في 25000 وهو كان المفروض يطلع 25 مليون. انا عارف ناس كده رجال اعمال، انا بحكي لك قصص انا عارف. فاول ما يلاقي 25000 يستكتروا، يقول لك بقول لك ايه، كل الخمسه دول بس سيب دول في الشنطه، بيعملهم خمسينات ووزعها كده ووزعها سمين وكده، برأ ذمته، برأت ذمتك ايه يا مجرم؟ يقوم ايه السماء تقل مطرها والارض يقل زرعها والنيل يسلط عليه الحبشة تعمل لنا سد. واخد بالك؟ ما انا بكلمك جد، لاننا غيرنا من انفسنا، ان الله لا يغير. والغلاء وتغيير الطقس والجو والمعيشة كل ده بسبب المظالم. المظالم مش على مستوى الحكومة فقط، على مستوى الأفراد فيما بينهم، لأن الحكومة صورة من الأفراد. فهمت يا أستاذ؟ فالمسألة مش الشعب يريد تغيير النظام، لا، الشعب يريد تغيير الشعب. غير نفسك، لأن مهما غيرت النظام وانت ظالم هيجي لك نظام ظالم برضو، لأنه هيطلع لك صورة منك. فهمت يا أستاذ؟ والثانية دل على الغضب والبعد، لقوله عليه السلام: إذا أبغض الله قوما أمطر صيفهم وأصحى شتاءهم، يعني غير عادتهم حتى الطقس، حتى الطقس يتغير. فأخبر عليه السلام أنه عند الغضب تغير لهم العادة، فإذا وقعت هذه النازلة فليس لها دواء إلا التوبة والإقلاع والاستغفار. ولأجل هذا سمى عليه السلام الاستسقاء والاستحاك، وجعل من سنته كثرة الاستغفار. لا، الاستسقاء وإيه؟ والاستنجاء؟ ولا الاستحاك؟ الاستحاك. يقصد إيه بالاستحاك؟ الحياء يعني؟ من الله؟ مش عارف يعني الجملة هنا. على أي حال في الاستسقاء، ليه النبي لما سن لنا صلاة الاستسقاء لما السماء تبطل تمطر؟ هو مين اللي بيمطر السماء؟ مش ربنا؟ هو اللي بيسوق السحاب. طب ليه السماء ما بتمطرش؟ يقوم النبي يسن لنا صلاة الاستسقاء، وقبلها يقول لهم ايه؟ صوموا ثلاث ايام وردوا المظالم، وبعد ثلاث ايام صيام ورد مظالم نخرج في الصعيد نصلي ونقول يا رب اسقينا. فاذا غيرنا ما بانفسنا ربنا هيغير ويمطر لنا السماء. شفت بقى ازاي؟ فبدل ما نروح نتخانق مع الحبشة عشان بيعملوا لنا سد، اعرف ان نهر النيل بينبع من سدرة المنتهى مش من الحبشة. فهمت ازاي؟ لا الحبشة هتمنع المية ولا الغير ولا هيمنع المية. واللي مش هيصدق كده ما مش مؤمن بالغيب. ينبع من سدر، ورزق العباد في السماء رزقكم وما توعدون. احنا قاعدين بقى نتخانق مع الحبشة ونعمل محادثات مع الحبشة ونعمل كلام مع الحبشة ولا وبعدين هنعمل ايه؟ طب ما تغيروا يا مصر، يا اهل مصر، غيروا عاداتكم السيئة. فاهم؟ ربنا هيغير أحوالكم، هيخلي المطر ينزل أكتر عند أوغندا مش عند الحبشة. يبيباص الحبشة. يبيباي يعني. يبيباص يعني إيه؟ يبيباي. المطر يجي عند الحبشة يبيباي، يروح نازل عند بحيرة فيكتوريا في أوغندا ويروح جاي لنا. مش ربك هو اللي بيسوق السحاب. ده سيدنا أنس بن مالك كان عنده بستان في الكوفة. وكان لما ربنا يقطع المطر عن الكوفه كلها والبستان بتاعه عايز يشرب، يقوم يصلي الاستسقاء ويقول لخادمه انظر. بعد ما خلص الاستسقاء سيدنا انس يلاقي المطر نزل على بستانه بس، والباقيين الظلمه ما بينزلش على هم. يعني لان اللي بيسوق المطر هو الله، مش احنا بنقرا في القران كده؟ واخد، هو اللي بيسوق السحاب وهو اللي بيمطر المطر، وهو ودي ارزاق للعباد. لو قلت كده يقول لك دول درويش. حل مشكلة
سد النهضة بتاع الحبشة إننا نستغفر الله ونتوب ونطلع الزكاة مظبوطة ونبطل المظالم، والموظف ما يغشش، والإنسان ده ما يختلس، والصانع ما يغشش في صناعته، والتاجر ما يغشش في تجارته ولا يحتكر. طب إيه علاقة دي بيتي؟ يقول لك بقى كده، علاقة دي بيتي إن دي ترضي ربنا فربنا ينزل لنا الأرزاق، ودي تغضب ربنا فربنا يمنع الأرزاق. بس أدي العلاقة، العلاقة إن ده شيء يرضي ربك وده يغضب ربك، أدي العلاقة. هم مش مدركين هذا المعنى. خليك مع البراويش. وقولها فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فيه وهوها. الأول فيه أنا بطولت ليه؟ لأن حنقوم حنقعد على السحور، خد بالك. ما بقولك أهو، هي أمة واحدة. فلما قضيت شأني، مش بهددك ولا حاجة، بس أنا برضه الأول وشرط آخره. وقولها فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فيه وجوه الأول. فيه صيانة الإيه؟ اللسان عن ذكر المستقبثات، لأنها كانت عن قضاء الحاجة بقولها قضيت شأن، ما قالتش مثلا تبرزت، تبولت. شوف كلام كده يوجع، قال قضيت شأن وخلاص، كلام جميل حلو مؤدب. لازم نتعلم الأدب في زمن قل الحياء فيه، واتفرج على المسلسلات بقى الشتيمة عادية، حوار عادي في المسلسلات، الشتيمة عادية. يعني يوم حتى ما يقول له يا كلب يبقى بيمدحه، حاجة غريبة تشك. فربنا ينجينا. قضيت شأني، وكذلك كانت عادة العرب في هذا المعنى، ولذا سموا قضاء الحاجة غائطا، لأنه عندهم المنخفض من الأرض، وهم كانوا يقضون فيه حوائجهم إبلاغا في الستر، فسموا الشيء بالموضع الذي يجعل فيه مجازا لتنزيه كلامهم عن ذكر المستقبثات. الثاني تفقد المال، لأنها أخبرت أنها افتقدت عقدها حين الرجوع. الثالث جواز تحل النساء في السفر، لكن ذلك بشرط أن يكون الحلي لا يسمع له صوت، لأن أخبرت أن العقد كان عليها في حين السفر، والعقد ولو تحرك به صاحبه لم يسمع له صوت. فأما إذا كان الحلي يسمع له صوت فلا يجوز التحل به، إذ ذاك لأن سمعه سبب لفتنة بعض الناس. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله، وقوموا إلى صلاة التراويح. أتبعكم الله.